ولمزيد إذا المشاهدين بشأن أزمة الدينار في ظل سياسات البنك المركزي التي وصفتها لجنة النزاهة بأنها السبب في الأزمة، معنا هاتفيا من بغداد الباحث في الشؤون الاقتصادية عمر الحلبوسي، مرحبا بكم. إذا إلى أي مدى ترى أن إجراءات البنك المركزي قد تسببت بخسائر كبيرة في الخزينة كما ترى لجنة النزاهة؟ اهلا وسهلا بكم استاذ العزيز، حياكم الله. من المعلوم تماما ان اجراءات البنك المركزي العراقي جانبت المشاكل الحقيقيه التي تتلاعب بسعر الصرف، بينما في الحقيقه هي ذهبت الى مشكلات جزئيه لا يوجد لها تاثيرا كبيرا على العمله العراقيه، اذ لم يتم معالجه هذه الامور الخطيره والكبيره مما ادى الى حدوث حقيقه انهيار بقيمه الدينار العراقي جراء هذه الاجراءات الخاطئه والمتعمده من قبل البنك المركزي، والذي ادى الى تراجع كبير في العمله العراقيه. وهناك حقيقه مفارقه كبيره تنشرها الحكومه وحتى البنك المركزي بادعائهم هناك صعودا في سعر صرف الدولار او صعودا في قيمه الدولار، ولكن الحقيقه هي ان الدولار سعره ثابت وان الدينار العراقي هو بتراجع مستمر جراء هذه الاجراءات الخاطئه التي تسببت بخسائر كبيره جدا للدينار العراقي، والتي بتراكمها سنويا سوف تشكل حقيقه اكثر من 600 مليون دولار خسائر نافذه بيع العمله تدفعها الخزينه العراقيه من جراء هذا الفرق ما بين سعر الصرف الحقيقي و سعر الصرف في السوق السوداء التي تسميها الحكومة بالسوق الموازي، علما أنه ليس سوقا موازيا بل هو سوق أسود، جزءا من الاقتصاد الأسود الذي تقوده الأحزاب وجهات مسلحة. نعم. إذن هي خسائر كبيرة كما تفضلت بذكرها، هل تعتقد أن هذه الإجراءات يعني كانت مقصودة في ظل تربح بعضهم من فروق الصرف؟ بالتأكيد سيد الفاضل أن هذه الإجراءات لم تأتي من فراغ، بل هي جاءت بشكل متعمد حقيقة من أجل تعظيم أرباح هذه المصارف والشركات التي الصرافة التي هي بالأساس مملوكة إلى الأحزاب وإلى جهات خارجية إقليمية وجهات أجنبية وجهات وفصائل مسلحة، إذ أن كثير من هذه الدكاكين التي تدعي العمل المصرفي حققت أرباحا هائلة جدا من سعر الصرف الذي تتلاعب به في السوق السوداء، علما أن مصرف الشرق الأوسط المملوك لعلي غلام كان قد مني بخسائر تتجاوز 4 مليار لوحده من جراء منعه من دخول نافذة العملة. ولك أن تتخيل يا سيدي الفاضل كم تحقق بقية المصارف أرباحا كبيرة من نافذة بيع العملة التي من خلالها حقيقة انتشر الفساد و أدى ذلك إلى تراجع بقيمة الدينار العراقي، علما نحن مقبلون على انهيار كبير في سعر الصرف في الفترة القادمة، ومما سيؤدي حقيقة إلى تدني قيمة الدينار العراقي أمام الدولار. وقبل قليل سجلت 100 دولار حقيقة 150 ألف دينار، وهذا صعود كبير جدا حقيقة ومخالف لإجراءات وتعليمات البنك المركزي التي كان قد طبل لها مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي بأن سعر الصرف في السوق السوداء سوف يتطابق مع سعر الصرف الحقيقي خلال فترة أسبوع، وهنا قد مضى أكثر من 3 أشهر وما زال سعر الصرف بارتفاع كبير جدا. نعم. هل يمكن عد ما روج له الإعلام الحكومي منذ مدة بشأن أن انهيار الدينار حاليا هو بسبب ضغوط أمريكية أوصلت الدينار العراقي إلى حالة الانهيار الذي هو فيه الآن؟ يا سيدي الفاضل هو لم يأتي حقيقة بسبب ضغوط أمريكية، الأمريكان كانوا قد أبلغوا الحكومة العراقية منذ عامين بالاستعداد للدخول إلى المنصة من أجل إصدار الحوالات الخارجية، ولكن الحكومة العراقية ضربت عرض الحائط هذه النصائح الأمريكية وهذه التبليغات الرسمية من البنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة الأمريكية، وأنما الحكومة العراقية والبنك المركزي الذي يتلاعب به الفاعل تابع للميليشيات والأحزاب هو من أوصل الدينار العراقي إلى هذا الحال، علما أن الإجراءات التي فرضها البنك المركزي
العراقي لا توجد حقيقة في كل دول العالم، فإذ أنها جاءت بشكل عكسي انعكس سلبا على الدينار العراقي، علما أن قيمة العملة هي تعد جزءا من السيادة الوطنية، وهذه السيادة لم تحافظ عليها الحكومة إلى الآن، بل أن كل الإجراءات توحي بأنه سوف تواصل العملة العراقية انهيار كبير، وأن هذه الحكومة والبنك المركزي تحمل الأمريكان أو تحمل النظام المالي العالمي خسائر التي أمنيت بالدينار العراقي، لكن الخسائر يتحملها البنك المركزي والحكومة الذين هم تسببوا بحدوث هذه الخسائر من أجل أن تربح المصارف وشركات الصرافة التابعة لهم ولجهات خارجية. إذن هاتفيا من بغداد الباحث في الشؤون الاقتصادية عمر الحلبوسي، شكرا جزيلا لك.